يا مساء الفل عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم نقنقه. النهارده هنعمل مع بعض سبرينج رولز الجمبري بالطريقه الاسيويه، لطيفه جدا، وبعد كده هنعمل ميلك شيك الفراوله بالكانتالوب. طيب ايه المكونات اللي عندي للسبرينج رولز؟ عندي هنا شويه من الجمبري متقطع زي ما انتم شايفين كده بالسكينه، عندي شويه من الكرنب، الجزر المبشور، المشروم، البصل الاخضر، والثوم والجنزبيل المفرومين. بالنسبه للصوص عندي اويستر صوص، صويا صوص، فلفل اسود، وشويه من زيت السمسم، وهنقدمه معاه هنا سويت تشيلي، وهنا في شويه ميه بدقيق عشان نلزق بيها السبرينج رولز، وهنا طبعا الشيتس بتاعه السبرينج رولز. طيب على طول كده خلونا نحضر بس الحشو بتاعنا. ارفع الطاسه بتاعتي على النار، هنزل بشويه من زيت الزيتون، وعلى طول هاخد الثوم والجنزبيل الاول، اهو خلي بالنا ان احنا مش عايزين نحرقهم، فعلى طول بس هقلب كده. دايما بقول لكم نستنى بس الريحه تهب كده وتعدي، فاهو ثواني بالظبط قبل ما يبتدي يغير لونه، هي الريحة عندي ابتدت تهدى شوية. أسهل طريقة نحسب بيها دي، هنزل بالجمبري، هنديله رشة ملح، نقلب كويس أوي. اول ما يبتدي الجمبري يبتدي بس يغير لونه ابتدي انزل بباقي الحاجات. الاول هنزل بالجزر، تقليبه مع بعضه كده بشويش، هنزل بالكرنب، نديله دقيقة بس كده، على طول بنقلب بس أهم حاجة. زود سنة ملح كمان، رشة من الفلفل الأسود، هنزل بالبصل الأخضر، هخلي المشروم جنبي آخر حاجة هتنزل خالص. على طول بنبتدي نحس إن الكرنب ابتدى يطرى معانا هو والجزر، زي ما قلت لكم بس اهم حاجه بنقلب على طول ما بنوقفش. اخر حاجه عندي هنزل بالمشروم، واخر رشه ملح. زي ما انتوا عارفين انا بحب ايه، نتبل الملح كده كل مرحله نديها شويه التتبيل بتاعتها. والمشروم عشان متقطع صغير فمحتاج بالظبط دقيقة، وهننزل بمكونات الصوص. شوية الملح اللي نزلناهم بتطلع السوائل اللي جوه الخضار، هنلاقي الميكس بتاعنا ابتدى يبقى مبلول كده شوية اهو. عندي هنا اويستر صوص، الصويا صوص، ننزلهم مع بعض اهو، شويه الفلفل الاسود. هقلب الكلام ده مع بعضه. الصوص اهو ننزله كله، وهننزل كمان زيت السمسم، وحاطين شويه صغيرين قوي، بنتكلم في نص معلقه صغيره من زيت السمسم، ونقلب بقى الكلام ده مع بعضه كويس اهو.
10 ثواني بالظبط. طيب خلصنا كده الحشو بتاعي، هقفل النار وبيتشال ده في بولة ونسيبه يبرد شوية. طيب وانا هنا اهو محضر لكم شوية كنت عاملهم من قبل كده وسايبهم يبردوا عشان بس اللف معانا يبقى اسهل. عندي هنا شوية من ورق سبرينج رولز، دايما لو فاتحين العبوة نبقى قافلين بستريتش او حاجة لانه بينشف بسرعة جدا فنخلي بالنا. اهو دايما بنحطها، بصوا معايا اهو، ادي ده كده المربع خلاص، احنا بنخليها كده يعني يبقى واحد من الاركان هو اللي باصص لي. تمام ادي الحشو اهو، نظبطها دايما على الطول اللي احنا عايزينه. يعني ايه؟ يعني انا عايزها العرض ده يبقى بملى في الحته دي، عايزها اعرض شويه ابتدي من هنا. خلاص سهله قوي، هبتدي اخد الطرف بتاعي اهو. دايما بقى السبرينج رولز نحاول قد ما نقدر نلفها على الضيق. خلاص اهو بلف كده لحد ما بوصل للنص. خلاص نجيب الجنب ده معانا كده اهو، هنا نفس الحكايه الجنب التاني. خلاص ونكمل اللفه بتاعتنا اهو. نيجي هنا زي ما قلت لكم سنه بس ميه بتجيب اهو ونقفل على كده. خلاص تطلع عندي في الاخر بالشكل ده. لو نعمل واحده كمان مع بعض، هو زي ما قلنا نبقى دايما واقفين عند واحد من الاركان بتاعتها. حط الحشو بتاعنا ودايما ما نزودش قوي في الحشو اهو. انا عايزها بالعرض ده زي ما قلت لكم اهو، عايزها بالعرض ده فحطيتها نبتدي من هنا. طبق اول واحده على بعضها وبعد كده اهو، ودايما نبقى بس بنلف على الضيق. قلنا هنوصل للنص اهو، ونقفل. تبقى اهو بالشكل ده. طيب هرفع الطاسه بتاعتي اللي كان فيها الحشو وننزل بقى بالزيت بتاعنا للقلي. اي طبق بقى معانا عليه مناديل كده، هبتدي اخد السبرينج رولز بتاعتي وهننزل واحده واحده. هو ما نسحمش برضو الطاسه بتاعتنا قوي. عندي طبق جاهز بمناديل وهنحمر لحد بس ما السبرينج رولز تاخد اللون الذهبي بقى الحلو بتاعنا. احنا كده كده مسويين كل حاجه من جوه، فكل حاجه جوه مستويه، انا بس هستناها تاخد اللون الجولدن براون الكريسبي اللي احنا بنبقى مستنيين. خلينا نطلع اخطف فاصل في السريع على ما نخلص السبرينج رولز بتاعتنا ونرجع نقدمها مع بعض ونعمل على طول المشروب. ما تروحوش في حته. رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل، عملنا مع بعض سبرينج رولز الجمبري وقدمناها مع صوص كمان السويت تشيلي، وزي ما قلت لكم احنا مسويين كل حاجة على طول قبل ما ندخلها، ومجرد بس بنستنى لحد ما تاخد اللون اللي انتم شايفينه ده. فكرة جميلة جدا جدا جدا، انا بحب قوي الوصفة دي، جربوها هتلاقوها بالظبط زي اللي بنطلبها في المطاعم. طيب هنعمل ايه دلوقتي مع بعض؟ هنعمل ميلك شيك الفراولة بالكانتالوب، عندي شوية من اللبن والآيس كريم فانيليا، وعندي هنا شوية من الفراولة والكانتالوب، ومش هنزود أي حاجة تحلي لأن الآيس كريم الفانيليا زي ما احنا عارفين بيبقى اوريدي مسكر. طيب على طول كده
هنزل الاول بالايس كريم، وزي ما احنا عارفين بقى ميلك شيك كميه الايس كريم تبقى كبيره، واللبن بنستعمله بس عشان نخفف على قد ما احنا عايزين. ايس كريم اهو، هنزل معاه شويه صغيره قوي من اللبن، وعليه هنزل بالفاكهه بتاعتي، ادي الفراوله وادي الكانتالوب. هنبتدي نضرب بقى ونزود لبن بعد كده لو محتاجين. عظيم جدا. كاسات التقديم. شاليموهاتنا، ونبقى عملنا مع بعض ميلك شيك الفراوله بالكانتالوب، وعملناه مع سبرينج رولز الجمبري بالطريقه الاسيويه، وقدمناها مع صوص السويت تشيلي. ونبقى كده وصلنا لاخر حلقتنا النهارده. اشوفكم الحلقه الجايه، ما تنسوش تحبوا بعض. سلام عليكم.